Allô docteur? Allô docteur? Allô? Allô docteur? Allô docteur? Allô docteur? Allô docteur? Allô docteur? Allô docteur? حنا دابا داخلين في شهر رمضان وهناك اشخاص شاكين واش خصهم يصوموا واش ما خصهمش يصوموا. كما كنعرفوا ان داء السكري فيه نوعين، كاين النوع الاول هما الاشخاص اللي كيكونوا باقيين شباب والدواء ديالهم اللي هو الانسولين، والنوع الثاني اللي كان كيكون عند الاشخاص اللي هما شويه متقدمين في العمر والدواء ديالهم كيكون يا اما هو الحميه يا اما هو لي كومبريمي يا اما لي كومبريمي زائد الانسولين او الانسولين لوحدها. كنرجعوا للسؤال اللي هو مهم، وصل رمضان الشخص كيقول واش خصني نصوم واش ما خصنيش نصوم. الناس اللي مصابين بالنوع الاول واللي كيعتمدوا على الانسولين الصيام ممنوع عليهم منها كليا. كيبقى لنا الناس اللي مصابين بالنوع الثاني اللي خصهم ضروري كيديروا واحد الاستشاره طبيه كنشوفوا فيها واحد التحاليل، من بينها التحاليل هو الخزان اللي هو مستوى السكر في الدم في 3 أشهر الاخيره، وكنديروا لهم واحد الفحص سريري. كنجمعوا ما بين الاثنين، الفحص السريري هو المعدل ديال الخزان اللي عندهم ديال السكر، وكنشوفوا واش كنسمحوا لهم باش كيصوموا ولا ما كيصوموش، لان هذا القرار كناخذوه حنا كاطباء اخصائيين مع المريض. يعني ما خش المريض ياخذ هذا القرار بوحدو باش ما كيعرضش الجسد ديالو للخطر. في حال ما اتخذنا القرار ان المصاب بداء السكري من النوع الثاني انه يقدر يصوم، بيان سور خص هذا المصاب يتابع واحد النصائح. من بين هذه النصائح انه الا كان صايم خصو يعبر السكر ديالو قبل من الفطور، في الوقت ديال العصر، قبل من الوقيته ديال الافطار اللي هي قبل من المغرب، في الوقيته ديال التراويح اللي كيكون هو كيدير واحد المجهود بدني يقدر يطيح ليه السكر، وبيان سور قبل من السحور. اي وقيته عبر فيها السكر خصو يكسب شحال لقى باش كان يتستشر معنا واش كنسمحوا ليه يكمل رمضان ولا لا. في حاله ما حس بواحد الاحساس اللي هو غريب، مثلا كترتفع عليه دقات ديال القلب، كيحس براسو ولا عرقان، كتشدو السخفه، فيه الجوع، كيولي شويه متعصب، خصو يعبر السكر ديالو. الى لقى اقل من 0.7 هذا السيد خصو يفطر، ما خصوش يبقى صايم لان خطر على الصحه ديالو. هذه من واحد الناحيه. من واحد الناحيه اخرى، خص هذا الشخص اللي مصاب بداء السكري خصو يستشر الطبيب ديالو في النظام الغذائي. اي شخص كنعطيوه واحد النظام غذائي كيتتبعو باش رمضان كيدوز عليه سهل. هذاك النظام الغذائي كيعاونو باش السكر ما كيطلعش والسكر ما كينزلش ليه، باش الحمد لله يقدر يكمل رمضان بدون خطوره على الجسد ديالو.